بالنسبة لإضراب الجوع الثالثة ذي اللي انطلق نهار 28، مطالبنا واضحة برشا اللي هو تفعيل اتفاق 18 جانفي. وقعت جلسة فهمتني إعلامية بالأمس في مقر رئاسة الحكومة ما بيني أنا والناطق الرسمي باسم الحكومة المكلف رسميا بمتابعة ملف المفروزين أمنيا ومدير الديوان رضا شلغوب حول آخر القرارات اللي اتخذوها في المجلس الوزاري حول ملف المفروزين اللي صار نهار 1 أوت. على الأقل تو فهمني في مدة 4 شهور يتم تسوية انتداب كل فهمني المرسمين في القائمة. إضراب الجوع أنا في اعتقادي ما نقدرش نوقف إضراب الجوع لأن فهمني في الفترة الأخيرة الكل والمدة العامين وعلى حتى نحكي فهمني في المدة الأخيرة من اللي تكلف فهمني إياد الدهماني بالملف هذا لاحظنا أن ديما فما بعض التعطيلات التقنية والتسويف فيما يخص الآجال وفهمتني وحتى اللقاءات اللي خلينا صحيح نثمنوا ما جاء فهمتني من قرارات واللي بلغنا بها بشكل شفوي لكن يلزمنا تكون عندنا ضمانات ملموسة فيما يخص تنفيذ هالقرارات هذه وخاصة جرت العادة في التفاوض أن ما بين زوز أعضاء الجهات التفاوضية أن هي تمضي محضر اتفاق بعد جملة التسويفات والطرق المماثلة اللي استعملتها الحكومة في الملف هذا اللي عنده أكثر من عامين بعد جملة من الاتفاقات والتعهدات وجلسات مع الوزراء المعنيين والمكلفين ثم جلسة مع رئيس الحكومة شخصين وجلسة مع النواب مع السيد الشاهد اللي تعهد أنه ينهي الملف هذا للأسف لليوم معناها فما حتى خطوة في اتجاه حل الملف مازالت نفس السلوك مازال وعود شفهية لأكثر الأقل من قبل الوزير المكلف بالملف بالرغم اللي احنا عملنا جهد كبير كلجنة المفاوضات ب يعني كل الحيثيات تاع الملف التقنية وترتيبها وكله جاهز مع الحكومة انها تنفذ التعهدات تاعها وتبدأ في تشغيل الناس ثم اطراف وكانها لا تريد حل المشاكل في السلطة مكوناتها في الحكومة وترى ان هؤلاء المفروزين امنيا ربما يلزم ممارسة عليهم نفس الفرز كما تمارس في السابق لا تغيير في هذا الرؤية موجودة وتكرست والمفروزين أمنين يعرفوهم سوى في عهد فمني ترويكا ولا في عهد حتى فمني الائتلاف الجديد عندهم موقف خاص فمني من اليسار ورفضهم لوجود اليسار في الإدارات وفمني مجاورة ذلك لخلفية سياسية كانت من ضمن المسائل المعطلة للملف ضف إلى ذلك أن الملف هذا سياسيا زاد فمني عامل إحراج لأن فمني حبيته ولا كرهتي اليوم فما العفو التشريعي العام تاع النهضة وما تبقى من عناصر النهضة اللي هما يعملوا في شونتاج بملفنا احنا يتحلوا وعدونا قررنا ان نخوضوا المعركة هذه مرة اخرى للانتداب الفوري والمباشر المفروزين امنيا في غضون شهر ممكن او اقل يعني ماش باش تفاد اضراب الجوع الا ما تبدا الانتدابات والعقود للمفروزين امنيا تبدا تمضى الحكومه هذه ما تحبش تحب تتعامل تحت ضغط معناها ناس واعيه وناس عندها تجربه نقابيه ونضاليه وبكل الوثائق وبكل الاثباتات وحسب تقارير وزاره الداخليه ان الناس هذوما اصحاب حق ما يحبش يعطي حق الناس في حين الناس اخرى وقت اللي يكون عليها ضغط ولا وقت اللي يكون فما قطع طرقات ولا قطع شيء اخر وقتها الحكومة تولي تفاوض وتولي فم الحلول وتولي فم فلوس للتشغيل وفم شغورات فم الشغل هو في الحقيقة الموضوع المفروزين انطلق منذ الإضراب الأول والنواب وأغلبهم بطبيعة الحال كانوا من النجابة الشعبية ساندوا هذا الإضراب وكونوا لجنة وحاولوا بشي معناتها يوجد مخرج لهذا الإضراب وإيجاد الحلول بالنسبة للمضربين وللعدد الكامل من طالبين الشغل من أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل. الاتحاد عمل على أنه يعمل ضغوطاته الكافية باش يقع استئناف المشاورات هذه والمفاوضات ويتم فضل الملف في أقرب الأجال. اليوم الحزب الجمهوري بصدد التنسيق مع المناضلين كيف تمثيلية الحزب الجمهوري في الحكومة تدعوه لأنه
يسرع بإيجاد حل ينصف المفروزين أمنياً. أعتقد اللي المفروزين أمنين معناتها تعاملوا تعامل معناتها فيه مرونة، فعلى الحكومة الآن أن تستجيب بدون قيد أو شرط لمطالب الأضراب ومطالب كل المفروزين. إياد دهماني عقد لقاءات مع لجنة المفروزين أمنياً، وكان هنالك نقاشات جانبية مش كثيرة لكنها في بعض الأحيان، وكانت فما دعوته وإلحاح من أعضاء الحزب على أساس أنه يتحمل مسؤوليته ويقوم بواجبه باعتباره أنه الماسك بهذا الملف في الفترة الحالية. أنا أعتقد بقي يربح في الوقت باش يحاول يزيد يعاود يشوف يرتب الأمور مع رئيس الحكومة ومع وزير الشؤون الاجتماعية. رسالة الإياد أنه يشعر بمعاناة هؤلاء وقت ما كان هو مفروز، وقت اللي كان هو تم طرده من الجامعة وتعرض للمظلمة في هذا الإطار، ياخذ مسؤوليته ويتحمل دوره وواجبه كوزير مكلف أساساً بهذا الملف، وكذلك كمواطن تونسي تعرض للمظلمة في فترة حكم بن علي، مظلمته تشابه مظلمة المفروزين أمنياً.